MFM ويبدا الكلام يلا. انت تلميذة ولا طالبة؟ لا استاذة. اي تفضل. احلى الجامعات الجنوب. مرحبا بك. يلا نسمع منك. تفضل احكي لي حكايتك. انا عاصلت الجنوب ونعيش في تونس. أيه. معنا دارنا الكل في تونس الكل. بيه؟ وقت اللي انا رجعت قرية الجنوب ديجا داري معنا وراجتي وصغاري خليتهم الكل في تونس. حاسينو ما طولش عليك برشا. فما يزوم ثلاثة شبان من الجروب اللي جروب طلاب اللي قرية فيه انا. اليوم تحسهم كي ما عرفش فيك تحسهم شواطن شوية فهمت. ايوة. يعني تحسهم كي حتى مع زميلاتهم وحتى في وسط بعضهم تحسهم شواطن شواطن شوية. أنا حاسين شك فوا ولا يوم مثلا كي انا مدخل نحسهم هيك كي يبداو تعاليق كل فهمت كي حالوا معنا باش يدخلوا في رواحهم. تو دونك بحكم انا بعيدة و ما كني حسيت روحي تونس بيهم كي ما وقفتش العلاقة بيهم معنا زوز حد الفاك وبرا فهمت. علاقتك بيهم شنية بالضبط انت سامحة؟ كيف؟ علاقتك بيهم بالضبط شنية؟ وقتك ما وقفتش معناها زدت على حد استاذ معناها وتلامست وحد الفاك و باهي معقول الى حد لهنا معقول. اي ولا ما نتقابلوا برا فار اكزومبل اللي بداو هما مش فاهمين حكايه في السيف ولا حاجه معناها يقولوا لي مادام نتقابلوا قالهم باهي معناها انا في وقتها معناها حاجه كي انت علاش قبلت انك تتقابل معاهم خارج الوسط المدرسي؟ انا ما عرفش حسيت روحي غريبة شوية في الجنوب ما عرفش اللي ما عرفش ما حسيتش المونتاليتي نتاعي ركبت مع المونتاليتي نتاع الغادي حتى تتقابل معاهم فانا اطار سامحني من الاول بدا على اساس هما مش فاهمين حاجات وانا فصلهم فيها. وين تتقابلوا ما مادموزيل مادام؟ في اماكن عمومية قهاوي مثلا حاجات كيما هكا. في قهاوي معناتها باش تفهمهم حاجات ما فهمهمش الدروس في القهاوي. ايه باهي وفهموا كي قابلتهم؟ فهموش كي قابلتهم؟ والله فهموا شي خلي رقي انا دخلوني شي حكايات معنا دخلوك فيها. اشني الحكايات اللي دخلوك فيها لله؟ باي بشوية بشوية ولاو كي يكلموني مثلا يكلموني خليل شوية يقولوا لي رانا معنا فاقدين وقلقين وزمانات وزياسات قربت وكل مدام بلين تاج يجيو بحذاك فهمنا. وين يجيو بحذاك؟ يجيو مرحبا. وين يجيو بحذاك؟ يجيو بحذاك للدار. للدار. انت معرسة ولا ماكش معرسة؟ قلت لك عاد معرسة واحدة. ايه باه يجيوك للدار. يجيوك للدار. ايه ماش احكي لي. لا احكي لي طبعا باش زملائي ردوا بينهم منها. احكي لي يا لا كأنك باش تحكيها اول مرة. ايه جاوب حداك للدار. ايه حسيت روحي بديت نسالك بيهم ثلاثة وكلي معناها حتى كي مثلا هيك عشان طيب انا مقهاري ولا حكاية هو فما واحد فيهم معناها كلي كان قريب لي برشا اكثر منهم هما. فما واحد بركة اقرب لك ليهم الزوز منهم الزوز. ايه انا يعاوني هيك وبدأت هيك بشوية مثلا ندخل بحريك وجينا يعاوني الثقة ولا ساعات معناها هما يبدأوا يقولوا لي جانا ولا حكاية مثلا طيب انا حكاية هيك لها فهمت. انا نسألك سؤال هو نورمال مو والله اسمعني سامحني سامحني نقول لك حاجه والله أي. لتوا اني مش فاهمه روحي علاش انا عملت الحكايه دي. لا مش مشكله هذاك اسمعني هو حتى واحد ما هو يعاقب فيك تو ولا واحد يحب يحسك بالذنب نحب نقول لك هذايا معناتها ولا واحد يستجوب فيك على انك انت غلطت ويزمك تخلص. لا احنا ناس قاعدين نسمعوا فيك ريان كو باش نفهموا شنو هو اللي صار ومن بعد حتى نقيموا الوضعيه معناتها اللي صار اسكو صحيح والا غلط. باهي انت عليه قلت قلقه وفاده وراجلك مش بحذاك وجبتهم بحذاك للدار وانت الاستاذه نتاعهم وين بديت نقطه الخلاف وين بديت تغلط بالضبط فين حسيت روحي بديت متعلق بهم ثلاثه ولا واحد بركة؟ ممكن ثلاثه ما واحد اللي كان اقصى ما قلت لك معناها كيف اخذناهم الكل وين تطورت الحكايه وصلت للفرش مع شكون؟ معهم ثلاثة ولا السيد الوحيد هذاك الأقرب لك اللي كنتي؟ ممكن آخرين
حاجات عادية، ما هو اللي كان أكثر. لا شو سامحني أخي، هما ثلاثة مع بعضهم سامحني. لا نحب نفهم. ما بعض عاد ولا كل واحد معايا، ولا كل واحد عنده الحصة متاعه متاع اللي أيوة. حصة خاصة دي. لا بشوي خليني من ليزيتود، توا دروس خصوصية معروفة على أن خصوصية. مش اللي في مخك أنت، مش ليزيتود اللي نعرفه. مش ليزيتود اللي نعرفه. دونك خذاو دروس خصوصية جدا ما أنت. أنت علاش وافقت مدام؟ علاش عطيتهم الدروس هذوما؟ علاش عطيتهم الدروس هذا؟ لا 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 يلزمك تعرف. اسمعني اسمعني، هما فما مثلا تونسي يقول لك حاجتين المرأة إذا كانت في ما عادش تصبر عليهم. الذهب والحاجة ليش مخي في مخ الناس اللي تسمع فيها. ايه تكونش كباب لي انت. ايه نحبك نسألك وتجاوبني باش نجمو نفهموا الحكاية. الثلاثة عملت معهم علاقات مع بعضهم. قلت لك الاثنين الاخرين كانوا جوست معناها حاجات سامبل، فهمت؟ حاجات سامبل هذوما في بالهم بيهم الثلاثة. يعني وانتوما قاعدين في الدار. لا آه. مش على انفراد مثلا. على انفراد اما هما ثلاثه في بالهم. ايه بالطبيعه ممكن حتى ما نصورش بعضهم. فوالا باهي حتى بعد ما صار الحكايه هذيك اللي بقاو مع بقيت معاهم ثلاثه اور ولا شو، وحتى في الفات مثلا اللي وليت حتى وليت ما نعرفش، ما نقولش اللي انا خايفه منهم وما نقولش اللي ممكن نخللهم هيك شوية بحكم نعرفش كتير، ما نعرفش كيفاش أنا أفسرها. أما كي وليت حتى في زملائي باغ إكزومبل، حتى كي نبداو الزملاء نحكيو مع بعض نقول مثلا فلان، نقول والله في المسيرة نتاعي معناها سي بون، وهم بالحق في المسيرة نتاعي ولا معناها إرادي ما نعرفش كي تجي في مسيرك ولا طيارات. لا لا كي تجي الكوبتي نتاعهم قدامي أنا ردهم طيارات. أنت تردهم طيارات هذا في الـ في الـ في القراي. ايه ايوه معناتها فما جانب مهني ما كنتش مهنيه فيه انت، انا كعطيتهم عدد ما يستحقوهمش. ايه بالطبيعه اذا كان هو مش خيره مع اصحابهم، ودونك نتصور اذا كان في مسيرات اخرين هما طايحين وكل في المسيره نتاعي يبداو طالعين، معناها اللي انا حتى معناها اكيد بطريقه او باخرى معناها حسيت عملت ايه كليبه ما بين لي ديسيزيون تاعي، معناتها اللي هما رديتهم مثلا في الطيارات اكثر من لازم، فهمت؟ باهي نتجاوزوا هذا مدام نتجاوزوا هذا ومن بعد الصار. والله بعد اللي هما ولاو في بعضهم ولاو معناها اللي كل واحد يجبد ليه، فهمت؟ جينا هاشي تو كيفاش؟ ولا قلت لك جينا هاشي ولاو يتعاركوا عليك ملا ولات لي مشاكل كبيره. كيفاش كل ليله كل بعضهم معناها كانوا ثلاثه اصحاب، قلت لك معناها ولاو ما عادش اصحاب ولا ما خاطرك انت اختارت واحد منهم على زوج. مال انت حيل الاخرين ولا لا حتى زوج الاخرين ولا حيل بعضهم سامحني، حتى زوج الاخرين كي ولاو في وسط بعضهم كي ولاو يتعاركوا معناها تحسهم هو يقولوا لا مثلا انا ماشي، يقولوا لا انا نمشي لا انا نقعد، وفما مره واحد منهم قاعد معناه ودق الباب، فهمت؟ يا اخي يلقى الاخر يا اخي انا حليت يلقى الاخر، حصل وصارت مشكله وقتها حتى دجاج الجيران طلعوا ويحزوا فيها وصارت عركة كبيره وقتها. يا رسول الله عركة اللي نتاع خمسة معناها. ومن بعد صار والله بعدك المشاكل وصلت لي للساك. كيفاش وصلت حتى في كلاس فور اكزومبل في من كثر الغيره لبعضهم ولاو حتى ولاو ينبذوا فيا انا، فهمت؟ يا رسول الله معناها نقول له ما نعرفش ان يبدا مثلا يعمل في اي حكايه في وسط السيونس مثلا، نقول حكايه يعلق لي عليها سان فرانسو ما لقيتش شو نعمل معناها اذا كانت يورطوك في الكلاس معناتها يورطوك. انا مش نعمل معناها اذا كنت مش نحكي معاهم مثلا مش نقوم معاهم باجراءات مثلا كيف مش معرفش نهندلهم مش نطرد ومش نعدي عليهم. مش يدور عليك بعد. صحيت معناها ما لقيتش بالحق اش نعمل. وليت قدمت نقله اني نحول الجوسه. حسوا معناها خدلي فيها راجلي شويه الحكايه وحولوني لساك حولتي صار بعد. ايه.
فات الحكايه غادي و... فات الحكايه حكيت لراجلك ولا ما حكيتش؟ لا ما حكيتش. ممكن حاولت انت برشا مرات بس نحكي انت حكايه مش سهله بالحق مش سهله. انت مدام مش عارفه روحي علاش انا عملت هكاك فوالا هذا هو سؤالي، انت علاش عملتك؟ ما نعرفش ولا لا، ما هو حطيتك مثال، عطيتك مثال قلت لك في تونس مثال شعبي قلت لك المراه تتنسها وحاسين ما عادش تقدر عليهم الغضب الحكايه هذيك. دونك ممكن نعرفش، ممكن افلان كان مثلا كنت انا قريبه مثلا بحدا داري وبحدا راجلي وبحدا صغاري، ممكن ما نعرفش كيفاش نفسرها ولا صدقني اما براسني عيش ممكن امور نفسانيه. انت تو طيب سامحني، سؤالي اللي باش نسالو لك توا راهو مانيش نعاقب فيك ولا اللوم فيك، لكن سامحني كنت عالف في صوتك شويه. قلت لك سؤالي اللي باش نسالو توا ما نحبكش تحس اني انا من خلال السؤال نعاقب فيك والا نستهزئ بيك، لا انت اكزاكتومون هذا دليل على انك عندك ثقه في ليميسيون ها وعندك ثقه في السوجي نتاعهم. باهي، انت كاطار تربوي مؤتمنه على تربيه جيل كامل، بون باش نقول لك ما غلطتش باش تقول لي انا غلط، باش نقول لك علاش باش تقول لي انا ما نعرفش. اي اكيد لا انت غلطت، لا هذا اكيد. باش نقول لك علاش عملت هكا، انت هذا ديجا هذا تسال فيه روحك انك ما عرفتش علاش عملت هكايا. هات اللطفوا الموضوع اكثر، اش تقول زملائك الاساتذة اللي قد يتورطوا سواء كان نساء والا رجال في موضوع كيما اللي تورطت فيه انت؟ ديجا انا من الاول قلت لك حبيت نحكي خاطر الظاهرة دي ممكن يتيخوا فيها برشا عباد، وأنا قبل ما ندخل المجال التعليم راهو كما مرة وقتها كنت مثلا في شبابي فهمت، وقتها مصاحبة واحد يخدم في الخاتم هو زادة كي كان يقرأ حكي لي على كار كما هكا قال لي راني وقتها بروف لانجلي نتاعي معناها كي ولات هكا معناها تركح فيه فهمت، وراه زدته بشوية بشوية لين ولا يمشي بحذاها للدار وصارت رولاسيون يعني معناها ما غير ما نشعر بحثت على حكاية وقلت له معناها ما تجيش تروها بالحق، قلت له يا اخي هي ماشي تقري فيكم ولا ماشي تعمل في الحكاية هذي، هو قال لي انا غالب هذاك اللي صار فهمت. يا اخي بشوية معناها كي انا دخلت السيت هذايا ومارست مهنة التعليم نفس الحكاية هاي صارت. واضح، على كل شكرا لك لله على صراحتك. انا والله تفاجأت بالمكالمه هذه سانسيرمون لانه مكالمه ينطبق عليها وشاهد شاهد من اهلها. شكرا لك مدام، ميرسي. ايوا بالحق مفاجاه الليله المكالمه الهاتفيه هذه، مفاجاه مزلزله. سي طاهر وشاهد شاهد من اهلها، توا ماهوش تلامذه يكذبوا والا تلامذه معناتها يورطوا في الإطار التربوي ولا كذا، هذه مربية صحيح الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لكن المفاجأة الكبيرة أنه هذه الضربة القاضية في هذا الموضوع. شو عندها الضربة القاضية؟ يعني هي المفصل الصحيح في الموضوع. أستاذة تقولك أنا طردت في علاقة غرامية وعلاقة جنسية مع ثلاثة أولاد، مع ثلاثة نقري فيهم أنا ونحايل عليهم أنا في الأعداد ونردهم طيارات في الاخر ولاو يتعاركوا عليها، المراه هربت بجلدها وقالت انا غلطت الله غالب سبحان الله ونزح زملائي الاساتذه انهم ما يطيحوش في الطيحه اللي طحتها انا. شوف القضيه هذه يعني المفروض اني لازم نفهموها. حاول خاطر توا هي اعترفت اعترافات. لكن الاعتراف نتاعها ما يحملهاش المسؤوليه راه. لأن فما أطراف أخرى والمسؤولية اللي هم شكون؟ لأن هي المرأة هي كما قالت لك تعيش حالة نفسية، هو نتيجة حالة نفسية بعدها بتتعرض على رجلها بالتأكيد الخلق بالتأكيد الفراغ وكبت وبعد بطبيعة الحال هي لجأت لك الطريقة هذيك صحيح مش شرعية، لكن نلقى من بر هذيك امرأة نتيجة ربما التصرف اداري اللي ربما من تونس يهبطها تقري في الجنوب. يا سي طارق تقول الكلام هذا راه معناتها المدرسات الكل ولا الاساتذه الكل اللي يقراوا لبرا وخاصة الزوجات والمتزوجات يقولوا رجالهم لا مش نلقى لها مبرر باش تقول إيه؟ ولا نتفاهمها لان لو ربما المراه هذيك كانت في ظروفها العاديه يعني ما كانتش تعمل تقول ما كانتش تعمل وبدليل أم نعطيك يعني قصة يعني تاريخية. عمر بن الخطاب في وقت من الأوقات عنده يسمع بلغوا أنه فم امرأة تقول
يا ربي ترجع لي زوجي. سأل شوينه زوجها؟ قال في الجهاد. مشى سأل يعني مرته عمر بن الخطاب، قال لها قداش المرأة نجم تصبر على زوجها؟ قالت له شهر، اثنين، ثلاثة، أربعة. منك اللحظة هذيك عمر بن الخطاب خذي قرار أنه كل راجل يخرج جهاد ميزموش يفوت ثلاثة شهور بعيد عن زوجها. فهمت؟ لأنه يدرك حقيقة ما يخلفه الغياب، غياب الزوج في المرأة، خاصة وهي متزوج، وربما في بداية الزواج ربما هي تشكو يعني الرغبة، رغبة جامعة. واضح. وبالتالي أنا من نجمش نحملها هي المسؤولية. واضح. لو توفرت الظروف الموضوعية. واضح. لكانت ربما ما ترتكب شكلها في فوضى. واضح. مدام هادية تموانياج قوي برشا الليلة، كان صاعق بالحق، صاعق إطار تربوي أستاذة. الله غالب شكون منها ما يغلطش، غلطت قالت أخويا غلطت مع ثلاثة تلامذة أنا نقري فيهم ثلاثة طلبة، سبحان الله ما عرفتش شنو اللي عملت. الله غالب هذا تيمونياج يظهر لي يغنيك ربما حتى على تلامذة فتيات أولاد يجيوا ربما يقولوا الكلام هذا. معناتها ماهيش صحيح عن تيمونياج، معناتها هي شجاعة منها انها حكيت معناها الحكاية هذه، خاطر سي با فاسيل، شفتو معناتها كان جات معناتها ربما من نفس عمرها، والا معناتها ما عندهاش عليهم ديزون معناتها سلطة معينة، تكون معناتها اهون الحكاية. هنا نتعارض مع الأستاذ شوية، على خاطر ما نصورش وأنه معناتها أي إنسان يمر معناتها بظروف أنه بعيد، وإلا أنه في حالة نفسية معناتها داكوردو، معناتها نتفق معك معناتها أنه الحالة النفسية تأثر في الإنسان، لكن مش بالضرورة أنه معناتها نجر وراها غلط باش معناتها نبرر معناتها أخطائنا أو نبرر معناتها ممارساتنا. لهنا بتدخ أنا نفسرها معناتها أدخمة، أنها احيانا اكل الشعور انها ما زالت مرغوبه، ولا انها معناتها وقت انساني ربما معناتها يسمعها بعض الكلمات الباهيه ولا بعض دونك هنا ربما انساقت وراء الاشياء هذه اكثر من انه. وبطبيعه معناتها احنا هنا نقولوا كل بطبيعه كل مراه صحيح عندها الرغبه الجنسيه وعندها، لكن اذا كان معناتها كانت هي ممنهجه ربما في كيفاش معناتها تاثر وقتها وكيفاش تاثر، ما نتصورهاش معناتها كانت تنجر وراها هذوما. ومن بعد معناها نتصور انها ولات ما كاينه اوتوماتيك معناها وقت معناتها ايماجي معناتها انه انسان في نفس الوقت ثلاثة من الناس معناتها راغبين فيها ويتعاركوا عليها، ماشي بسيكولوجيكمون معناتها تحقق لها بعض ربما هي نشوة نفسية معناها قاعدة تحقق. انا نتصور مدام هادية وسي طاهر انه لا نبحث على تبرير الساعة بطبيعة، ما حناش نبحثوا على تبرير، لا نتفقوا، هذا يقول فيه للناس مبرر. اما اتفهم مانيش مبرر، اي لا مبرر، لا مبرر، ما نبحثوش على تبرير، ما نشرعلهاش انها تعمل فوالا، اولا ما نبحثوش على تبرير، نحاول نفهم اي هو احنا اش قاعدين نعملوا ديجا، نحاولوا باش نفهموا مين القاضي، اي يحاول يفهم، نحاولوا نفهموا باش نعرفوا الدوافع، لان هي بيدها ماهيش فاهمه، هي بيدها مدفوعه، ماهيش فاهمه ومدفوعه على, على 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 هذا. لكن هذا لا يسيء للاطار التربوي ككل تيمونياج كما هكا، يسيء اذا كان يعني يسيء اذا كان مستفحل، أم إذا كانت لا 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 نحكي نحكي لا 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 هو احنا ما نعرفوش، لا ستار احنا ما نعرفوش هذا، احنا قلنا ايش قلنا احتراما منا للإطار التربوي مبدئيا هذه حالة معزولة، لأنه ما جاونيش 10 مكالمات من أساتذة يحكي، لو أما لا من هنا لك حصل، لو كان جاو زوج ثلاثة مكالمات أخرين بدل رأي بدل رأيك على ثلاثة؟ على ثلاثة بدل وعلى 10 علاش؟ خاطر أنا با سيليكسيوني هكا ولا لا؟ صحيح أنا با سيليكسيوني، أنا ديما نقول لك ديما نقول انه اي شخص يرتكب اي حماقه اي خطا اي حاجه صحيح لا يعذر، لا يعذر، لكن نتفهم كما قال عيسى، يعني من كان منكم بذنب فليرمينا بحجر. انا يا اخي شكون اللي ما يرتكبش حماقه وشكون اللي ما يرتكبش خطا؟ صحيح موقفها حساس باعتبار ان العمليه كانت مع ناس هي مطالبه باش تشرف عليهم وتربيهم وكذا، لكن
زلت بها القدم كما يقال واضح. وتغلبت عليها الشهوة نتاعها وما أدرك ما الشهوة الجنسية. يعني ساعات يعني في بيت ما كتاق على الحكاية وشوف التاريخ شو يحكي لك. سمحني سي علاء لهنا ربما المؤاخذة الوحيدة معناتها للأستاذة هذه أنه بالحق وقت الإنسان ما يستحقش عدد معين ولا لشيء إلا لأنه معناتها عندي علاقة به علاقة شخصية به معناتها نظلم غيره ونفوقه هو على غيره من غير استحقاق. هذه معناتها مش ماذا بينا هي حايلت الظلم. حايلت معهم في حاجتين هي في العدد وفي حاجة أخرى. هذيك غلطتين مكان في الزوج حايله هاي المشكله فهمت. انا قد ما نشكرهاش قد الاستاذه هذه ما نشكرهاش على اللي عملته اما انا مش نشكرها في جانب واحد راهو في البرامج الاجتماعيه دي تيمونياج كيما هكايا تسمع فيها سي طاهر دي تيمونياج كيما هكا هما اللي طوروا المباحث في مثل هذه المواضيع يعني تيمونياج قوي كيما اللي صار الليله هو اللي يخلينا نفكوا هالظواهر هذية ونحاولوا انه نفهموها ونحاولوا انه نقدموا فيها باش البسيكياتر وباش الاساتذه المختصين كيفكم انتوما في الاسره والعمران البشري يفهموا هالظواهر هذه باش ينجموا يحلوها. اذا كان تيمونياج كيما هكا يقعد مخبي ها وقتها نمشيو في الحاله المعزوله والمراه هذه لا ما فماش استاذ يقيم علاقات جنسيه مع تلامذته. اي سيدي هاي استاذه اقامت علاقه جنسيه مع تلامذتها وشاهد شاهد من اهلها. على كل هذايا هو اللي طور المباحث في مثل هذه المواضيع. ام اف ام ويبدا الكلام.